فعلا البدايه ديال المباراه ما دخلناش في لونطاب الماتش، ما درناش مزيان للاسف. هذه بزاف ديال المباريات نتحدثوا بعضياتنا على هذه النقطه هذه، نتمنى تحسن ان شاء الله مع تعاون المباريات. كنا شيئا ما واحد الهفوه في كره ثابته للاسف، استطاع في خلال فريق الشمالك انه يفتح تحت السجيل، جاونا فرص حتى حنا، ولكن الكلام اللي كان مع المدرب في مسودع ملابس خلى ان الامور تغير، لانه من خلال لو ديسكور اللي عطانا امل بانه نقدروا نرجعوا في مباراه نتعادلوا ولما لا ننتصروا. فعلا دوزيام ميطو برزنا بوجه مغاير، خلقنا بزاف المتاعب في الفريق الشمالكي. اظن بانه هدف التعادل جا في واحد الوقت جد حساس وعطانا معنويات اكبر. كما قلت السؤال ديالك يمكن ترجعنا شويه للخلف، هذه ما كانتش تعليمات ديال السيد المدرب، هذه فقط اللاعب المغربي شيئا ما في هذا النوع ديال المباريات سيرتو تيكون نتائج سلبيه تيتراجع للخلف لا اراديا. انا بغينا نقولوا حافظنا على الشباك ديالنا شيئا ما، كنا مركزين، تغيرت اللي قام بهم الكوتش، عطاو الثمار ديالهم خصوصا من الناحيه الهجوميه، وبقينا مامنين لانه هذه من الطبيعه ديال الاتحاد التورقه من النسخه السابقه من الموسم السابق، انه تنبقاو تاقين في المجموعه ككل، لان ما عندناش نجم، تنبقاو تاقين بعضياتنا بانه في اي وقت من المقابله نقدروا نحسموها، وبالتالي كنا تاقين حتى الدقيقه الاخرى جبنا هدف ديال الانتصار امام بطل المغرب اللي تيتوفر على عناصر في المستوى الكبير. هذا الانتصار غادي يخلينا اننا نشتغلوا بمعنويات افضل، يخلينا من خلال التوقف الدولي انه نخدموا بمعنويات مرتفعه ونحاولوا نصححوا ما امكن الاخطاء ديالنا، لانه الاهداف ديالنا هذا الموسم فهي كبيره ومغايره للموسم السابق، لانه تنطمحوا انه يكون الترتيب ديالنا افضل. انتصار من هذا النوع على فرق كبيره تيعطي ثقه اكبر، خصوصا اللاعبين الشبان اللي اول مره تيلعبوا في القسم الوطني الاول، بالتالي هذا انتصار عنده مجموعه ديال الاهداف اللي نتمناو نستافدوا منها ان شاء الله. كنظن ان المقابله اليوم كانت مع واحد الفريق اللي هو قوي، واحد الفريق اللي عنده واحد الترسانه البشريه اللي هي مهمه. كنا عارفين اننا غادي ندخلوا وغادي نسينوا واحد الخصم اللي جا من واحد الاقصاء في الكاس الافريقيه. الحمد لله الدراري كانوا رجال، قاموا بواحد المقابله اللي هي جيده. كنظن ان الهدف الاخر ديال المقابله بين بان المجموعه تايقه رغم الغيابات اللي كانوا عندنا، كانوا عندنا غيابات بزاف، ولكن الحمد لله قدينا اننا نقوموا بالواجب، وثلاث نقاط اللي غتخلينا اننا نبقاو غاديين في لا ديناميك بوزيتيف ديال الفريق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النتيجه ديال اليوم الفوز، تبعنا التعليمات ديال الكوتش اللي قال لنا كوتش زمرات، وهذا الشيء اللي تاثر لينا، وهاد لي زوكازيون اللي درنا هنا، كنا كنخدموا طيلات هاد السيمانه هذه باش نحققوا هذا الانتصار هذا اللي دغيا نخرجوا فيه من ديك السكه ديال التعادلات والخساره. الحمد لله هذه الا بدايه لهذا الفريق دي جون ان شاء الله، وان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا هذا الموسم ان شاء الله. لا كنا عازمين وراغبين ان نحققوا نتيجه ايجابيه اللي نتسلكوا بها المراتب القدام، وان شاء الله هذا العام هذا الا نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله. سيمو جوجو voilà bon aujourd'hui je pense qu'on a fait un très bon match. C'était difficile en première période parce que c'est toujours difficile de jouer contre une équipe comme les Phares. Mais voilà, quand on défend en équipe et on joue en équipe, au final on a eu un très bon résultat. Et ça fait plaisir pour le moral du groupe et voilà, pour la suite du championnat.